منذ انطلاق فقرتنا الناجحة نساء إيديال وضمتي، كنت اختارت مستمعة حديث ومغزل اللي شاركتوا معنا بوصفات شهية اقتصادية بأقل مكونات ودائما بنتيجة مرضية وناجحة في مسابقة نساء إيديال وضمتي. اليوم عندنا القرعة الكبرى اللي جمعت فيها الأرقام في الجبانية ديال السيدات اللي شاركوا معنا، واللي دابا غادي نتعرفوا شكون هي المحظوظه اللي غادي تفوز. فها هما الورقات قدامي وانا كندير المباشر في الحجر الصحي من المنزل ديالي، فيديو كنصوروا ان شاء الله غادي نتقاسموه معكم ايضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغادي نسحبوا على بركه الله ورقه. غادي نتعرفوا على الفائزه معنا اليوم بالثلاجه رائعه مسابقة إيديال وضمتي، والفائزة هي بهيجة غزوان من مدينة الرباط، الأخت بهيجة غزوان اللي شاركت يوم الخميس 16 أبريل 2020. غادي يتصل بها في هذا الأثناء المخرج ديالنا عبد الرحيم حبيش اللي هو متواجد في الاستوديو ديال أصوات. بهيجة غزوان من مدينة الرباط، تاريخ المرور ديالها والاسم ديالها، وهذه هي السيدة اللي تسحب الاسم ديالها. غادي نتصلوا بها الان مباشرة، والتليفون بدا كيصوني. غادي نشوفوا بهيجة. السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو لبهيجة. كي دايره سناء؟ لاباس عليك؟ كي دايره الصحه؟ معك سناء الزعيم، انت الان مباشره على اذاعه اصوات. انا كنسمعك. كي دايره الصحه؟ انت راكي متبعه البرنامج لاباس الحمد لله. انت اش اخبارك؟ كي دايره الصحه؟ واش سبق لي الزغريطه؟ واش سبق لي الزغريطه؟ مبروك 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 الربحه ديالك بهيجة غزوان من مدينة الرباط، اللي كتربحي معنا ثلاجة عائلية ماركة ممتازة. كنهديو لك ألف 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 مبروك على بهيجة. الله يفرحك. وفين زغريتها؟ والله ما عارف. هاي من عندك. زغريتها يعطيناها من عندنا ألا بهيجة. كنتي شاركتي معنا في الحلقة ديال الخميس 16 أبريل، وكنتي قدمتي الوصفة ديال الدجاج في الفران بخلطة ديال الدجاج ضامتي وضامتي سمن. هاد الوصفة ملي كتصوبيها في الدار كتعجب الوليدات؟ وهي اللي عندي البنية الصغيرة كتبغي لي الدجاج هاد الطريقة اللي كتاكل ورقاصة بهاد الطريقة عجبها. إيوا هاد الوصفة طريقة الباربيكيو حمقاتها عجباتها، والله إلا عجباتها. كنت قدمتي لنا الوصفة مع الابنة ديالك آلاء اللي في عمرها 18 سنة، شخبار آلاء؟ الله يبارك فيك حبيبي، صوري فيك خير ربي يخليك. لاباس عليها؟ كي عاملة مع الدراسة ديالها؟ إيوا تاهي راه كتقرا، تاهي عن بعد راه هي، تاهي راه كتقرا راه خدامة الحمد لله. إيوا أنا غنعاود نقول لك مبروك، هاد المشاركة ديالك مع آلاء دخلت عليكم بالربح، ومبروك الثلاجة ألا خديجة من الرباط. ألف 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 مبروك. أش تقولي للسيدات؟ أش تقولي لهم باش تشجعيهم ويشاركوا معنا وهاد المفاجأة اللي كتعيشي هاد الصباح؟ إيوا لا نقول لهم يضاعفوا المشاركات ديالهم، وراه الحقيقة الحقيقة المسابقة ما فيهاش اللعب ما فيهاش الكذوب، والله يفرح الجميع. وصافي شنقول لك؟ الله يفرحك حتى أنت بنيتك. نعم، ومسابقة نساء إيديال وضمتي، أش تقولي للشريك ديالنا لبهيجة؟ شكرا للإيديال والله يبارك فيهم، وشكرا للجميع. أنا راه نضحك مخربقة. أكيد أنه المفاجأة الإنسان كيفقد الكلام ديالو، ولكن الإحساس بالسعادة راه وصلنا، فألف مبروك ليك. وعقبال إن شاء الله القرعة الثانية. اللي بغيت نذكر أنه حنا دابا في حجر الصحي، فإن شاء الله منين يترفع علينا هذا الحجر الصحي غادي نستقبلوا لا خديجة الفائزة الأولى معنا بالثلاجة في الاستوديو ديال أصوات، باش نعملوا لها الحفلة الخاصة دائما كيف كنعملوها بالنشاط وبالدقايقية إن شاء الله كيف العادة عندنا على أثير إذاعتكم أصوات. في انتظار ذلك الوقت أنت يا لالا مستمعة وفية الحديث ومغزل، ضع في حدودك بالمشاركة وبالفوز معنا، وحد سعيد للجميع.